هو انت هنا ما رحتش الشغل؟ انا قلت اجز النهارده، يعني صاحي من النوم كده مودي حلو وقلت اكيد هتحصل حاجه حلوه النهارده. نمت كويس هنا امبارح؟ مين قالك ان انا بنام اصلا؟ وايه اللي مسحرك؟ الشمس بتطلع من الساعه 4 الصبح. شمس؟ بس القمر لما بيظهر بقى خلاص بنسى كل حاجه. على فكره اكلك حلوه قوي زيك. وبعدين معاك في ايه؟ الواحد لما بيشوف حاجه حلوه بيقول الله، فما بالك اني شايف اجمل ست في الدنيا قدامي دلوقتي. انت عايز ايه بالظبط؟ ولا حاجه، عاوزك تفتحي الباب اللي قافله في وشي. عاوز بصي بقى، يعني انا مش زي الشباب بتوع اليومين دول، انا راجل جد مش بتاع لعب. اجوز البت الاول وبعدين اشوف الموضوع ده. طب ما نخلي الفرح فرحين ونجيب ارانب صغيره تسلي الارنب ده. طب الارنب نسيت الارنب. لا انا كده ماشي على التراك. برافو. بحبها وعزها وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شوق. مية مية العربية يا بابا. الحمد لله زي الفل. بس عندي سؤال صغير بس بعد اذنك، يعني دلوقتي اللعيب لما يتصاب وحمله على العربية اطلع بيه على مستشفى ايه؟ اليوم الواحد ولا التخصصي؟ مستشفى ايه؟ وانت عمرك شفت ماتش بيتذاع في التلفزيون قبل كده؟ لا بتفرج على المطوشة بس. المخرج حضرتك ما بيجيبش العربية دي بعد ما بتخرج بتروح فين؟ يعني المخرج بيقطع على واحدة حلوة في المدرجات، بيقطع على المدرب وهو بيشتم الحكم، لكن أكتر من كده إحنا ما نعرفش. لا يا حبيبي، أنت مسؤوليتك إنك تطلع بره الملعب، ودكتور الفرقة هيشوف، ولا قدر الله لو حصل أي مشكلة هو بنفسه هيطلب الإسعاف، أنت مالكش دعوة بأي حاجة خالص. طب أنا عندي سؤال تاني صغير كده بعد إذنك. اتفضل. يعني العربية دي أمشي بيها على سرعة كام؟ عشان الفار ما يلقطنيش. لا إله إلا الله، هو في إيه بالظبط؟ أنا إيه البلاوي اللي بتحدف عليا دي؟ كوتشي كوتشي. نعم. أنا خلاص شايف إن هي دي الكور المناسبة إن أنتوا تلعبوا بيها، منفوخة وزي الفل. أنت مالك سكت؟ منفوخة مش منفوخة، أنت كل مسؤوليتك إن الملعب ما يفضاش من الكور، أنت فاهم؟ إزاي يعني يا كابتن؟ ما اللعيبة هتخسر هتجيبها في مين؟ هتجيبها بقى في الواد اللي نفخ الكور، زي البلاي ستيشن، لما حد بيخسر بيجيبها في إيه؟ ما في الدراع. ياه، بقول لك إيه؟ الكور دي أنضف كور في السوق، خلصونا بقى أرجوكم، يلا بقى الماتش هيبدأ. يا عم. خلق يا أول الراجل ده. بقول لك ايه يا دياب؟ ايه؟ انا معايا شيله، خدني وديني الاول النجيله بس. تدفع عليها نفر، يا تاخدها على حجرك. وانا نازل امبابا؟ يا عم مشيني بس شويه. انت رايح فين؟ رايح بس هناك عند الكورنر. انا اخر التراك، مش هخش الموقف، الدنيا مدغدغه. طب ودينا عند الكورنر وانا هبقى اركب واخدش جوه، انا اركب حاجه تدخلني جوه. قبل ما اطلع، في كوره من دول مفسيه عشان انا متوضي. لا ما تقلقش كله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فاضية كراسي كورنال كورنال كورنال. فاضية كراسي كورنال كورنال كورنال. كورنال. ال 18 واللي نازل. ال 18 واللي نازل